واحد من كبار جمهور الزمالك، يعني الزمالك ده يخرج من كبوته ازاي او من ازمته اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ والله تضافر الجهود يا شريف بصراحه، يعني الحجوزات اللي على النادي دي لازم تتشال، يعني لازم يكون في اصوات عاقله وحكيمه تتكلم وتقعد مع الاطراف كلها، لانه انا لو في خلاف مع شخص معين انا مش لازم اعاقب النادي كله ومش لازم اعاقب الجمهور كله، لا انا اخش في خصومه مع اللي انا معايا ما بين افراد مش ما بالظبط كده، مش بينك وبين النادي. وبعدين النادي الزمالك يتبع الدوله وملك للدوله، ويعني ما ينفعش حد مهما كانت امكانياته وصفته وحق معاه حق او معهوش حق انه يرفع او يحجز على اموال الدوله المصريه في مصر. يعني نادي الزمالك ده نادي الدوله، ما ينفعش انت يعني حتى لو ليك حق، لا المحاكم هي اللي تقدر تاخد لك حقك، الاعداد العرفيه الجميله مع الاصوات العاقله اللي موجوده في البلد تقدر تحل المشكله، لكن دي مشكله كبيره على فكره يا شريف. مفهوم. انك انت ما انتش قادر لا تجيب لعيبه ولا تجيب صفقات وتطور من النادي وتدفع مرتبات، لا يعني الزمالك بيعاني الحقيقه دلوقتي، واتمنى يا رب ان هذه الفتره نتمنى كده فعلا اسرع وقت ان شاء الله يا رب.